very difficult to do. More difficult to take advantage of economic of scale, advantages and disadvantages of bush and bull supply chains. الذي يتكلم عليه الذي يجابيان وسيبيان البوش والبول سبلاي تشين هذه نيو سبلاي تشين استراتيجي ذات تيكس ذا بيست اوف بوث تخلص من الدعيم والايجابيات يجي الان تنظر الى البوش بول بوش بول بلا طول سبلاي لانه يتخلص من عيوب وبتاخذ افضل مميزات البوش والبول معا وهذه السياسه التي تجمع بينهم الثنتين وشلنا سيدتنا يوم الدين بوش بول استراتيجي يدخل على البوش بول استراتيجي بشكل عام نطرح مرتين Push pull strategy. Some stage of the supply chain operated in bush. This manner, goods mean a سلسلة بيشتغل باتجاه البوش. Typically the initial stage, النقطة الأساسية. ما تشتغل كبوش اللي هو من السبلاير والإيش؟ والريفاكتشر تشتغلوا باتجاه البوش. Remaining stage employing the bull. بيس استراتيجي وبقية من النظام يشتغل على استراتيجيات البول الذي هم من حد من حد الديستريبيوتر دائما الى الريتيلر اللي هو الجهه الاخرى. And the bull بيس stage is the bush pull boundary والمنطقة sorry interface between the bush بيس stage and the bull بيس stage is the bush bull boundary والمنطقة الفاصلة بين البوش and bull base is bush bull boundary اللي بنشوفها هنا بالرسمة هنا شوف على الستيج الأول اشتغل على مين؟ على البوش the second stage the remaining stage this initial and this is remaining is working on the bull strategy and the interface and the interface between the bull strategy and bush bush strategy is the bull bush is boundary هنا شوف الانترفيس الاول اللي هو اقصد الفير ستيج اللي هو الرو ماتيريال سبلاي الاقرب ياتي الى هنا الذي يشتغلوا على من عند الانترفيس يشتغلوا على البول استراتيجي وهنا البوندري بوش بول بوندري الذي انترفيس بين بول اند بوش استراتيجي وطبعا سمثل الاستراتيجي الاول الستيج الاول وهذا هو مثل ريمانينج ستيج اوف ذا شاين جنرال استراتيجي Make a part of the product to stock generic product. The point where differentiation has to be introduced is the bush pull boundary. Based on the extent of the customizing the position of the boundary on the timeline is decided. البوندري نجعل جزء من البرودكت ك منطقة خلاقة الإنتاج اللي تدفع بالعملية الإنتاجية اللي هو رجعة الرسمة الجزء الأول بدك أول جزء البرودكت والبوينت والمنطقة اللي ديفرنشيات اللي تفرق ما بين البوش اند بول نقدمها او نعتبرها كمنطقه بوندري حدود البشبول based on extent اللي هو مدى الكستمايزيشن the position of the boundary on the timeline is decided وين تقرر اي مكان البوندري فقبل تسمع شوف التايم لاين هذا الذي بيكون هنا على اساسه على اساس عمليه تدفق ال بنسميه الانفكتوري بهذا الاتجاه
بتقارن فين؟ بتكون منطقة البوش وين بتكون منطقة البن والمنطقة التي تنتفي بها الانترفيس هي منطقة اللي يسمى البدر كنود. يعني هنا نقول بول وهنا نقول بوش بمسألة القضية، لكن هذا التيرمين الذي بيحدده. هذا طبعا اقلبوا وتشوفوا الاسماء، خلوا له كم معنى صفحتين غير اللي بعده وتحصلوا على هذا الشرح الخط. ايش بيقول؟ يجي نخلوا البارك مثلا عشان تشوفوا معنا. هنا شوف impact of demand uncertainty and economics economies of scale. demand uncertainty. There is some okay. demand uncertainty. higher demand uncertainty leads to the preference of bulk strategy. إذا كان معنا الديمان مرتفع بأقوى الستين فهذا يجب أن نقوم باتباع البول الاستراتيجي. لو الديمان انسرتينتي إذا كانت الستينتي منخفضة leads to interest in managing the supply chain based on the long term forecasting the Bush strategy. وهذا كما هو ملاحظ هنا في الرسمة demand uncertainty. كل ما ارتفعت السيرتي هي طبعا من الكمبيوتر والبوكس والجروسري اند فرنشر. سوري مش مصدر اذا نروح معاه الكمبيوتر هذه الصناعه نوع من الصناعه فمعك هذه الصناعه اللي هي لونج تيرم مثلا شوف هنا هاي uncertainty ايش بنتبع هنا؟ بنتبع بول زي هنا شوف هنا هاي demand uncertainty leads to preference for ball strategy. هنا uncertainty high زي صناعة الكمبيوتر فنستخدم له ball strategy. صح. أيوة. والتي low uncertainty demand بنستخدم لها إيش بنستخدم لها هنا؟ lower demand uncertainty. lower demand uncertainty leads to an interest in managing supply chain in bull bush strategy. نقول استخدم bush ولا بيستخدم bull. هذه بالنسبة للرسمة، ولكن بالنسبة للكمبيوتر بوكس وهذا هو ذا يعني يعطيك النوعية بعض الصناعات اللي تكون هاي و low demand strategy. economics of scale. هنا the higher the importance of economy of skill in the reducing cost to a dealer, the greater half value of aggregating demand. تعتمدش على الفوركاستنج من الموفر، تعتمد على الاجريجيشن. استخدام الطلب. فورنيتشر. هذه نشوف من هاي. هاي ديمنتي. من هاي ديمنتي نستخدم. نقول. The greater the importance of the managing the supply chain based on long-term forecasting, bush-based strategy may be used. Economies of scale are not important. If that can be mentioned, aggregation does not reduce costs. And the a bull-based strategy makes more sense. But we have a bull-based strategy. The bull and the man who is the economist of Islam. Implementing a push-pull strategy. كيف عملية استخدام البوش-pull and push-pull strategy؟ ماذا هي الإنجازات؟ ماذا تحصل على
achieving the appropriate design depends on many factors. يعني بتحصل على عدة امتيازات في عملية التصميم الاستراتيجيات لكن تعتمد على عدة عوامل. Product complexity, manufacturing lead time, and supplier manufacturer relationship. تعتمد على ثلاث عوامل. ما مدى تعقيد المنتج كذلك lead time بالنسبة للمصنع. Supplier manufacturer relationship العلاقة ما بين supplier والمنتج. Many ways to implement push-pull strategy. We can explain it later too. First, location of the push-pull boundary. I'm watching it. I'm trying to understand it. For the end, take a boundary. The border between push, push, between pull. Pull, push. Then locate the boundary at the assembly point. هنا وضعت الشركة دلفين في السيمبلي بوينت في السيمبلي بوينت عملية التجميع إدارة التجميع جبتينا من بوشمو. Furniture manufacturer locates the boundary at the production point بينما المصنعين الأثاث بخلي بينهم في محل الصناعة نقاط الصناعة. Impact of push pull strategy يعني التجميع Bush portion, the world goes a little under. Low uncertainty, surface level not an issue, and surface level enough, and that will be yellow and bush. Focus on cost minimization, then تركيز هنا كله على تخفيض التكاليف. Long lead time, هنا بيحصل معنا long lead time. Complex supply chain structures. Cost minimization achieved by better utilizing resources such as production and distribution capacity. Minimizing inventory, transportation and production costs. Supply chain planning process and applied. تطبيق السبلاي تشين بلانينج بروسيس اللي عمليه تخطيط المنتج. اوكي. Now in the push pushing low uncertainty service level not an issue. Focus on minimization of cost, long lead time, complex supply chain structure. هنا ممكن نفعل بالبوس الذي هو الشين ممكن نجعلها مركبة من عدة طبقات وعدة مخازن وعدة أجزاء بسهولة أسهل من البول ثاني البول من البوش من جهة البوش من جهة البول سوري. Cost minimization achieved by ولكن لا أعتقد هنا لا وبالنسبة لل عملية تقليص أو تخفيض التكاليف ممكن نحصل عليها عن طريق الاستخدام من الثلمين اللي بيتر utilization resource such as production and distribution capacities نستخدم القدرات والمؤهلات التوزيعية والإنتاجية ونستخدم كافة المصادر اللي خفض التكاليف. Minimizing inventory ومن خلال تخفيض المخزون وكذلك استخدام المثلمين للترانسبورتيشن اي نتقين استخدام الترانسبورتيشن انك تكون ترسل دفع كبيرة اصلا. And production cost وكذلك بعملية تخفيض ماذا؟ الانتاج تقريبا الانتاج ايوه. Supply chain planning process are applied وهنا بتعمل عملية ايش؟ تطبيق لعملية تخطيط supply chain. البول بورشن الجزء اللي مختص بعملية الحلب أو السحاب هنا كي نمكن غير بتقضي بورش اللي هو عام أو دافع للفيدوري وهذا اللي هو عملية طلب أو سحب للمخزون. بول بورشن هاي انسرتينتي
من هاي انسبتيني لو ايش كان؟ كان لو بقى شنو؟ لو انسبتيني في هنا العكس تغسله هاي انسبتيني هاي انسبتيني الثاني سيمبل سبلاي شاين ستراكشن هنا كان قاعد ممكن نعمل كومبلكس ستراكشن يعني معقبين شورت سيكر طيب هنا كان لون لون لي تايمز وهنا بالبول بالبول كومبلكس يعني صوت شين هنا كومبلكس سبلاي تشين ستراكشر هذا بالاول بالثاني فوكس هنا سبلاي سيمبل شو مختبزه سيمبل سبلاي تشين ستراكشر ستراكشر شورت لتامنا كان لتامنا فوكس اون سيرفيس ليفل ولا كان فوكس اون كوست مينيمايزيشن كوست مينيمايزيشن هنا اشيفت باي ديبلوينج ديبلوينج فليكسيبل اند ريسبونسيف سبلاي تشين هنا اللي هو عمليات السيرفيس سيرفيس ليفل يطبق هذه المفروض تكون انتبه عليه اشيفت باي ديبلوينج فليكسيبل اند ريسبونسيف سبلاي تشين order fulfillment bonuses at upload هنا تكون تطبق عملية تقطير لي بآخر نقطة هناك بالأول كان عملية supply chain planning bonuses وهنا order fulfillment bonuses at upload هنا تطبق عملية إشباع عن حاجات ورغبات الذي ينتطبق هنا نفس اللي ذكرنا هنا كان قاعد عنده هذا المشكل هنا بالنسبة للبورش بالنسبة للبورش بالنسبة للبورش هنا وانا ميزنج مينيمايز كوست هنا مينيمايز ماكسيمايز سيرفيس ليفل هنا كومبلكسيتي هاي هنا لو فوكس ريسورس ريكيشن هنا ريسبونسيف هنا عملية استجابة من عملية استجابة بالنسبة للبول يستجيب لمن يستجيب لي الطلب الذي اللي هو من المصنع يستجيب للطلب الذي يسعى بذلك الكرسي بينما هنا ريسورس ريكيشن تعمل عملية وضع للسيفر لل وبالبول وتحصله شورت البروسيس ايش اللي يعالج هنا؟ هنا قم بمعالجة تسويب شغل البروسيس هنا هنا سبلاي تشين بلانينج هي تختلف في سبلاي تشين في تقريباً فور لكن هنا يبحث عن إشباع تحقيق الطلبات التي تقدم من الريتيلرز ومن الكسب الآخر. Interaction of the two portions. الآن كيف يصير الانتراكشن بين الأخيرين؟ Only at the bush-pull boundary. الانتراكشن اللي يحصل بحدود البوش بول في الحدود اللي يحصل في بول الدفع والسحب اللي هو العرض والطلب يعني تيبيكالي ثرو بفر انفنتوري وهذا من خلال البفر الانفنتوري كيف تفكر عن ايش معنى بفر؟ بفر كانه محيط لاي شيء لما يكون معنا بفر اريا زي مثلا منطقة عازلة الدائرة وهنا النواة هذا المكان نسميه البفر فهنا منطقة المحيطية منطقة تربط ما بين منطقتين الديفرنت رول فور ذا انفنتوري ان ايش بورشن اللي طبعا في الدور مختلف في الانفنتوري في جانب البوش وفي جانب البوش ان ذا بوش بورشن بفر انفنتوري از part of the output generated by the tactical planning process. هنا تحصل ايش؟ goes من out من الاوتبوت بينما بالجانب البول انبوت هنا نعتبر مخرجات من البوش الجانب البوش في الجانب الثاني الذي هو البول نعتبر الانفنتوري هناك ايش؟ نعتبره ما نسميه نعتبره input to fulfillment process ليشبع عمليات الطلب interface الذي هو التفاعل فلو إشباع إشباع تحقيق إنجاز
بس هنا لانه في نيد لما تكون نيد عندك الاشباع واذا كان الفطر يسوي فلمنت ينجح الفطر وانجاز الفطر as the world is coming in the brain we interface in عملية ال is forecast demand عملية ال interface عملية الفاصل أو الوجهة التي يحصل في بين التفاعل interface forecast based on the historical data obtained from the ball portion في البول بورشن في جانب البول نعتمد على الفوركاستنج من اين؟ من الهيستوريكال داتا من الهيستوريكال داتا من الداتا السابقه التي جمعنا الريتايلرز يوز تو درايف ذا سبلاي تشين بلاننج بروسيس اند ديترماين ذا بفر انفنتوري ايضا تستخدم ايضا لعمليه السبلاي تشين كيف بعمل تخطيط المخزون وكيف نحدد بفر انفنتوري اللي هو بفر انفنتوري اللي هو عمليه الفاصل ما بين البوش والبول هذاك المكان اللي ودي منه وخذ منه اللي تسحب منه هذه عمليه بول وعمليه دفع تدفع منه هذاك البفر هنا نساعدنا في عمليه التحديد حاجز بفر المحيط بس هناك مخزون ما نعتبره مخزون ثاني هناك مخزون فنعتبره انه المنطقة اللي تاخذ منه فينقص من هنا يزيد من الناحية الثانية بس هم بنفس المتقاربين نفس الريكون اي متقاربين فلذلك نسحب من هنا ودين هنا فهنا صار اوت بوت هنا صار انبوت انبوت ال longer the lead time and the impact of the lead time من تأثير lead time على الحدود هذه وعلى البشر longer lead time more important it is to implement bush based strategy لو كان معك lead time طويل استخدم البوش ليش lead time بالنسبة للسلعة زمن طويل عملت نقل الرموز الخاص الرموز تكون بعيد الرموز تكون مسافة بعيدة لما ما ينفعش معك تستخدم البول لأنك تستخدم البول